داير قهوة وشعل قارة نخمم في حالي سبابي نتايا رايي ديت نية رايي هبلت نية رايي درت غلطة منين سعفتك رايي هادشي كله منين جاي منك انت رايي كل ليلة وسط حفاري فلوسي داها السيرفر غادي ليها نخرج قاري غادي نخوي السيكتور ما باغيش ندير الحبيبة خوكم باغي غيتر ماشي ولفة بابا حسني هذا والله غير سحر هو هادشي كله منك رايي اوكي المقدمة البهيمة والمؤخرة الباخرة العرض المرض وكمل معانا السلام عليكم فين اخوتي كل شيء مزيان تحياتي واحتراماتي للجمهور ديال عم القرية الحكواتي هذا الوالد ولدي الرضا كيف بقيتي كل شيء مزيان كنتمنى من الله وتكونوا في حالة جد جيدة أحبكم في الله دائما تحت شعار فين خليناها في الغناء حنا هكاك وبا دخل قالها الغزال انا كانت بال صبعي والريح كي غيرت عاش ما كسب مات ما خلى هاك خويا عبد القاني خويا عبد الحاضي شد شي كريسي وما تتبعش معانا خلي لي غير لافافا ديالنا اللي معانا هنا يلا الناس اللي تيحبوا القريه في الحلقه اليوم تكيلنا على اللايك والمحاضر يلا انا ما نكتبهاش في الكومونتير تحت ونقول لكم يلا اللي عزيز عليه الوالد العزيز يبان هنا منين تصنت هاد اللعيبه الى الوالد العزيز عزيز عليك تكي لايك وهبط لي على المحاضر ما عجزش عليك الوالد العزيز تكي على اللايك وكتب المحاضر المهم نتوما دياولنا حبيتونا ما حبيتوناش حنا تنحبوكم ما عليناش دابا غندخلو نكملو ليستوار ديالنا الله يرحمك اخويا عاقل استوار قديمه كما ديما قلت لكم منين وقع داك لانكو وكريم هزل الضد مع اصحابنا انت بين يديهم انت تحت الساروت يعني كيخصك تدوز كريم ما بغاش يدوز من حقه وجا غالبه هو كاين ولاد الناس مي حاجه قليله اللي كيتجاوزوا صافي ني عاد الضرب دير اعاده النظر تلقى من ان ماشي من حقه يفيكسي مسجون ما داير شي حاجه وتفيكسي اللي معدي تجاوز ولكن هما دخلوا معاه ماشي كاملين انا ماشي كاملين واحد النوع دخلوا في داك الضد مع كريم كما حنا حلفنا وعادي وهضرنا معاك وما مرقتيش وكيفاش انت حلفتي وما مرقدناش حنايا تهزنا تصيفطنا نتكرفصوا 3 ايام حيت انت حلفتي سير انت صون 3 ايام ردنا حنا لبلاصتنا تكرفصوا حنايا ولا حيت حنايا عندنا حرف الميم صافي مجرمين صافي حنا عندنا جرمه الواكل مصيفطنا والقاضي حاكم علينا والمده كندوزوها شنو غتبكي علينا انت يا خاين الميم ميمكنش بعد ما داز داك اللعيبه وكتاو هادي وحميد قال لكريم انا نشيد على هاد اللعيبه قال له كريم تخرجش من الكارت قال له عيصوبلك انا درت معاك كريم بداك لغة انا ما نديرش ما نخافش ما نديرش ما نخافش شنو وقع حبس حنا فيه شي حاجه اكثر من الحبس اراد دوزو عليه واحد هويها واحد تفيويها بسيطة يجي واحد سي الموظف سجنو يفوتو الحيو يموتو الدنيا كلها آفات المعلم دار مع كريم واحد لانكو قبيح وحنا كمساجن وعارفين بأن كريم تظلم في هذه القضية هذه ما في اليد حيلة فقد الأهلية ما عندنا حق لا في احتجاج لا في تظلم لا في شي لعبة وما يمكنناش نشهدو حيت حنا ما كناش حاضرين
صلعنو بلانكو بلدي تقليدي، دارلو صابونه بلديه، تقدر تقول زهر زلقو في الصابون البلدي، صنعلو واحد لانكو لا يتعدى 5 ثواني، كيتعداهمش 5 سكوند ما كيناش، دبر عليه. احنا ما حضرناش ما شفناش بالضبط، ولكن لانكو اللي دار انا بسلك. احنا براسنا اذا بينا تنتعلموا بان كريم في البوست مان، كريم في البوست مان كي داروا لها توقع لها كي كدا ما شفناش، مع العلم بان الكريه ديال الكارتي الحجاج كتطلع للساحه دانا البوست دانا باب دي طونسيون، داروا له واحد لانكو في البلي، كريم خرج من الكارتي تاع يعني تيخرجوا بالكارتي يمشيو بالكارتي فرونسيز كارتي عرب توبا هذيك دا المهم تردويره في الساحه الفوق ما صحه عادي تيخرجوا الدراري، حيت هاد البيريود اللي كنهضر معاك فيها ما بقاتش بحال شحال هادي واحد الوقت انا عشد العصور بجوج، واحد البيريود منين جيت انا للحبس ضربت واحد المدة في الحبس كانت الساحة مترعة لكل شيء، الساحة الكبيرة الساعة اللي كيوقع لابيل في الصباح تيترعوا كيترعوا القريات كاملين كيخرج كل شيء الكارطيات العالم كل شيء في الساحة، ملي كدوز في الساحة الكبيرة كتلقى السكر كيتباع فرماج تيتباع حوايج تيتباع والدلالة خضرة تتباع بنادم داير مي كتباع قرابتو كتلقى في شي قنيتة محشي بنادم تيقمر تحت شي الخلا شي طالع شي هو شي كيتكيف هنا شي ليه الساحة بلان، وكانت جيت الضيافة في الدار ديالها كانت قهيوة صغيرة كانت كيبيعو قهيوة كيبيعو داك راي بي دانون عصير كانت ستيلي كارت تما، وكان واحد الباك كيلعبو الدراري الباك تما، هادشي انا حاضر عليه، ومن بعد جابو باك واحد اخر ودارو في اتساعات كارتي عرب حدا الواحد والجوج، هادشي انا حاضر عليه، ايجي واحد الوقت ايسدو الساحة الكبيرة ايولي اللي في شي كارتي كيبقى فيه، اللي في التوبة تيبقى في التوبة، واللي في كارتي عرب تيبقى في كارتي عرب، واللي في كارتي فرونسيس تيبقى في كارتي فرونسيس، واللي في حي جديد تيبقى في حي جديد، شكون اللي تيخرجو؟ لا يمشي للمصحة لا يهبط للحمام اللي غادي للمحكمة اللي هو هاد الزيارة واللي كي راك تما فهمتني، يعني خصك تكون قاد على جوج جهات الكارطي ديالك مزيان مع شاف الكارطي ديالك بشي هو اللي كيترعو تخرج دخل، وصحاب الساحة لانك تكون مزيان مع شاف الكارطي ديالك ويترعك تخرج في الساحة ضدك فيك تنعس انت حي جديد تحرك بلاصتك هاكا حي جديد دخل هذا، ولكن الا كنتي تلقاوك تمشى في الساحة طلع جي التوبات في اللي هنا ما عليناش، المهم هي كلها كدوز سلامة ابو البنات امني، هاد الوقيته هاد ديال دابا اللي كنهضروا فيها صافي كانت الساحه جمعات وطوات قلعه كيبش كيوقفوا فيها غير الانظار وغير كراطام وغير اللي قلت لك سلامه ابو البنات، كريم خرج ما عرفت فين مشى المهم شي سريب بحال هكا الساحه عيط له موظف من هادو اللي انا حلفت وكدا وطف ما عاد كيوقع لهم كيهضر هو وياه طق طق ما عرفش العيبه كدا ما كدا تغن معاه طراق طرطق عليه جوج صدايف تلقى ميجر لك سوا طرطق عليه جوج صدايف من طو دخلو كتعرف شنو هي طرطق جوج صدايف من الكسوة هاد الموظف كريم تيحلف تيقولك ما طرطقهمش هو وكريم انا كنعرفو حق المعرفة كريم ماشي دري كيكذب دري طرطق يقولك طرطقتو شنقت عليه شنقت عليه ضربتو ضربتو ما ضربتوش ما ضربتوش زين كريم انا تنعرفو حق المعرفة ونشد فيه هاد الشهادة هادي المهم هنا في الكارتي عرفنا بان زلقولو الصابونة
والسي حميد بقاتي في الكارتي جن كيطلعو جن تيهبطو، كيقول قلت له ما تخرجش، قلت له عايز صوبنوك ما دير، جابو قطي منطو راك عارف سي جو الصدايف ديال الكسوه داك راه توني كسوه ما تيبقاش كل لابسها تتولي الكسوه. واخا قاع يجيو 20,000 واحد مسجون يشهدوا بان الموظف تعدى عليك انت كمسجون، انت كمسجون علاش تعدى على الكسوه؟ دير هادي ببالك. لكن واحد الحوايج ما فيهمش زقالو، زقالو ابن عمي ما كايناش. صافي طرت جوج صدايف يولي عندك العصا تأديب، تأديب هو الانفراد الكاشو عاد شوف الإدارة شنو عاد دير معاك، واش عيعمرو لك ولا ما يعمروكش. كريم يا كريم عمرو له الموت، لا مسكين قتلها، قتلها ديال العصا كلاها من الطراز الرافع راك عارف، عين قيولو غير داك الفروتات المخيرين ارالو شي معزول باليد، ارالو شويه من هادي وشويه من هادي وشويه من هادي، المهم طرزولو القتل، طرزولو القتل. كريم تما النهار كله صيفطنا له العواد عواصر ما يشرب كذا هادي ردوه لنا، كريم ما تيكملش يعني معاك لا كارو لا حتى شي لعبه ما تيكملش، طلنا العصر انا كنتسناو في العشيه وما يطلقوا زعما شي قتله ويطلقوه لا كذا والو، العشيه تيتم جاي واحد واحد من داك الكرافه بلانطويا ديالو راهو لنا شي شي كاشا الكريم، كاش جبنا له واحد الكويشات زعما جوجات يفرشهم هو حيد يتغطى بيها، انا بدي هزيت جوج كوش مازافيل داك الساعات باقي المازافيل الطوفاس في الحبس بدي هز، شنو قال لي السي حامد؟ قال لي صبر نمشي معاك، داكشي اللي ضرب السي حميد في بالو هو اللي كان ني مشينا، قال لك خلي له غير كاشا وحده، السي حميد بقى كيقول لهم لا كيفاش كاشا وحده، مشيت غطا باش عشا ينعس جوج كاشات، السي حميد تيجيب عليه النفس الكشفة باش خلاو له كاشا يفرشها وكاشا ومازابيل تغطا بيها، عطيناهم لهم تما رجعنا لبلايصنا. السي حميد قال لك شوف اما نحتاجو لا نرغبو عليه لا حتى شي لعبه حيت راهم طارزين له الفيلم صافي باينه، السي حميد عمري شتو بحال داك الحاله مكرر مكرر بحال هو اللي يمشي للكاش مكرر في الكارتي تيهضر معانا تيقول لنا قلت له ما يدخلش، قلت له طلع يصوب منه خليك على عيني هنايا شحال دير باش تشد معاه شحال دير معاه ما شايفش انت، الموظف اللي كدا دارها قوقو خو بالقوقو والو ايه انا شنق عليا دار اللي تطق ليه فعل اللي ترك ليه مع كريم داك النوع اللي مش كيسكت كيسكتش تيخافش بالعربية ما تيخافش نضربو ما تيخافش ما دري عطيه الله داك الهيبة ما تيخافش قوتي يهضر عليه بالعربية هو هضرتو حلوة يعني مش تلقى كيهضر تيغوت تلقى كيخسر الهضرة ولا كيساب ولا والو، يقف واحد العيالة مجوقين هو كيغوت على حقه هانية كيخسرش الهضرة تيهضر غير على حقه، اللعبة ديال الحبسة حنا فيه شنو بغيت تزيد زيد عمر زيد سطو هيك يقول له غير عمر المونتي فرنسني لك عليها الدنيا كتلاقي دريلي حلو والله الا حلو بالله والله ما ديال التكرفيس داك الدري خسر فيه الحبس كومبلي خسر فيه الحبس كومبلي هذا
غزال اوكي واكتيف وكذا وهذه وطلاق ولسانه مربي، لسانه مربي ما عليناش نعمل هيك دا صافي بطلوز على القضية داوه الكشف. دابا حنا الكاشو من تيكون شي واحد في الكاشو كنصيفطو له، صيفطو له تاني، صيفطو له الكاسكروت بعد ما غسلتو تاني، صيفطو له شي قويميله شي تشوبين راك عارف، صيفطو له عويصات صيفطو له كارو. كيقول شي شحال واحد في الكاشو كنا ما كنعرفوش كنصيفطو له هاد اللعيبه باش كيوصلوه، يعني كنا كنصيفطو له ما كتوصلو حتى حاجه. النوبه الاولى والثانيه يعني الموظف اللي شد النار الاول اللي شد النار الثاني كل تيقول له ما ندخل حتى حاجه، هضروا مع شاف بوست ولا مع رئيس المعقل انا ما ندخل حتى حاجه. يعني كاين الوصايه على كريم ما تدخل له حتى لعبه الكاشوم غير الصوبه. يعني كنهضروا مع السي حميد تيقول لنا السمر النمر صافي موقفين مع البيضه في الطاسك مره ثبت اذا تيو شي حركه تجي فيكم تنتوم واخ سمرنا. الدري حدانا كنشوفوه راه في كاشو كارتي فرونسيس تحليب ما يوصلوش بزاف على هاد الحكره هادي. اش داير هذا؟ هضر على حقه اما راه ما كاين ما يبغيوكش الا كتهضر على حقك، يبغيوك صافي كدوز. قلنا لك صافي برك برك، قلنا لك سكوت سكوت صافي، ضربناك تثبت فيكسيناك سمر، قلنا لك صافي سير هاد 3 ايام قلب 6 سعود حلفنا وسير قلب 6 سعود. وهما مش عارف هاد 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 الناس هادو اللي هزوا القوق منهم هذا اللي حطلو ضايف هادو منين وقع لانكو مع داك مع داك نص متر، هذاك نص متر شنو دا مخلص علينا زين، علاش كنت عارف راسو فوتي وبغاو باش يحلوا داك البركه ديالهم وكذا بان درنا شي حاجه يفيكسيونا حنا داك الثلاث ايام وعادي يولي يردونا. من يبغي يردونا اش غيديروا لنا؟ انا صافي نعيطوا له ونصالحوكم بيناتكم وتاو هادي وكذا وطلاق، انتم ولاد البلاد ماشي ديال المشاكل، ويتسموا بانهم داروا داك الشيء اللي شدوا من عند الاخر. اروى اروى ولا خوي الكروى هكا بن فارس فهمتني. انا صراحة اعوذ بالله من قلت انا كنت غادي معاهم في داك العيد ديال عام صافي وانا في الحبس 3 ايام نمشي نضربها في اي كارتي ما عنديش مشكل، نطلع نضربها في توبا كارتي فرونسيس كارتي عربي ما عنديش مشكل. في ما صيفط ثاني 3 ايام مع الرجال دايزه الصبح الرابح نصبح عليك تما نقول لك 3 ايام دحلو بدالس شي بلاصتي صافي. ولكن كريم اللي عاودت لكم الفيلم قال لهم ما تفيكساش غيكون اي حضروا لنا المدير يجي، حضروا لنا اللي يحكم علينا في الوسط يجي نوكاي سربيسي سربيسي سربيسكم سربيسكم. منين حط لهم دار لهم الزيتونه في المحقن تا هما عاوتاني قالوا صبر حنا نوريو هادي انت غلبنا فيها واخا سير لبلاصتك، وجابوا قيط طير اخر صو باش يكرفصو ويقول لاخو ها حنا ورينا هذاك الصلابه ديالو سالينا هذا صيفطوه للكاشو. قلت لهم مسكين سدوه صيفطوه للكاشو ميسالش والله ما يسال. وهاد الدري كريم راه بزاف د الموظفات تيبغيوه، شحال من موظف توقف عليه تقول له كريم يقول لك غزال داك الدري وكوايري تبارك الله تي تيشخد كره العالم كذا هادي طوبيه الملاغه كشابته واسع ومعاه تدواز الحبس، معاه تدواز الحبس هذا كيكون جالس مع جنبك الحبس يدوس غبابه دري اكتيف ما فيهش الملل والقنطة كنشوف شفيها هكا كتجيك الكآبة. لا ما عليناش حنا ديك الساعات في الحي الجديد بحال اللي تقدر تقول صافي مرضوا لنا واحد كنا ضاحكين وكذا مهرسين حبيس ولعبوا لنا على واحد الجانب مرضونا في دماغنا فيه بحال دخل علينا الحبس بنبشة في كارتي ديالنا بحال دخل علينا الحبس اش عندنا كنضحكوا داك الضحك ولا داك الشيء
حلي ناقصنا كارب، داك الحجره اللي حجروا لنا كارب بحال اللي كتقول اليد شي صباع فيها مرض بحال هكا، مابقاش التسليمه مزيانه في اليد. ما عليناش، في هاد الوقيته هادي واحد الدريري كان معانا كان كيبيع الشراب ظريف وكذا وهادي طق طق من هنا من اللي كان عنده واحد الغنات يهضر معاه فيه مع واحد عشيرتو، ودائما كتلقاه غير هو دائما كيترنن معاه في داك التليفون ما كيسكتش، داك الغني عنده ما كيسكتش غير معاه. جاي يخرج لا كلاس بحال هكا دابا والله قلت ليه خاف، مشيت عندنا بالعشيه انا كريت كدا وهادي مسكين تيمرق مني وكدا وهادي، قلت له تبيع ليش داك الغناي وكدا وهادي، قال لا خاي شحال من واحد قال لي على هاد الغناي هذا، وراه قال لي والله ما باغي نبيع باغي نخرجو السيفي، ما ماشي زعما نخرجو السيفي راه عندي ما ندير به السيفي ولا، قال لي راك عارف مشكلة التليفونات والتمشغيل وهذا وكذا والطلاق ما خصني حراك الرأس. فقلت له راك تما زعما انت راك ماشي اول مرة دوز معايا وراك فاهم انا ماشي ديال التمشغيل هذا وكذا، وانا نترنى نرتو غير حبيس مع السيفي الوادي وكذا. اوكي قال لي مسكين، قال لي شوف، قال لي بالرجولة غدا في الصباح نراود لك التليفون ما تعطيني منطق، ولكن شد فمك لا فلان وفلان وفلان كلهم هضروا لي على التليفون ثم ما نبيعوش نعطي شي واحد نتحاهم سي، المهم داك البجام ديال الحبس. قلت له واش كتورني ولا؟ قال لي قلت لك غدي انت كتخرج في كتخرج في الاول الكور في الصباح، قلت له قال صافي تما نراودو. مشات هكا داكشي اللي كاين داز داك اللي ديالو ديال لاكلاس ديالو كدا، وحنا كنعرفو كتكون شي واحد ود البلاد صاحبنا وهادي وكدا تيكون خارج الله غد ليه باش نديرو له داك اللي هاد لاكلاس هادي كدار في حي النساء وكدار عندنا حنايا في حبسنا، لمن كنديروها ماشي لكلشي كنديروها لواحد الدراري معينين هاد اللي هاد لاكلاس، النساء الطبيل والصغارات وكذا حنا لا حنا كان حتى كما كتلقى موسيقى قف طويله ولا في عاده شنو هو كتلقى بنادم تيجي في خا يكون هو ما عندوش كتلقى الدراري هذا اللي كيجيب تاني كاين اللي كيجيب الهاش اللي كيجيب الروك الكيكات كذا هذه طق طق ديروا شي عشيوه زوينه تنجمعوا عليها تنتعشاو تنبقاو على فهمتيني بالليل الجوانات وهذه كذا نضحكوا معاه اللي خونا وحبيبنا نفورنيو على داك الليله كل واحد تيفورني داك البركه كاين اللي يجيب جبو كيت الكارو كاين اللي يجيب والفريال كاين اللي يجيب النيبرو كاين اللي يجيب الكيكات كذا هادي طاق طاق من هنا كاين اللي يجيب تويشيات خريبيشه تيصوب لك شي كوفاشه ديال تالي الليل وندوزو تندوزو الضحك وكذا وطلاق طلاق او كنتشاوكو في السيفي. هاد خونا درنا له الولاد لاكلاس ديالو كذا وهادي حفيله وكذا بيناتنا طلاق طلاق الصباح غي جاي دوز لابيل خرجت للكورونا تم خارج داكشي اللي كاين، عطاني واحد الفيطه في يدي ديها لي قال هاد الفيطه ما وكلي وكدا ولا حتى الكورة عارف كاين المنظفة وكدا ما يعطيكش الغنية لي يديك، قال لي ما وكلي واحد الفيطه وكدا ولا عشيري قال لي عندك دارة ودمي متي تبص ديك الفيطه هكاك فيها الغنية. دخلت لجهة الحلاقة جبت الغنية درتو عطيه هي بجيبي ولا في هذا السوين تاع راه غير بس درتو بحجاج ما نتقلبش الفيطه هكا طرق وخرجت نشرتها على الكروي عيط لي السي حامد اللي موكلي لا جاش كان جانا جيت باش نجيب الكارون سيتو في البيت، قال لي والله ما تمشيهاش جاش باش حيت كنضحك وتمي جا قال لي جلس جلس حدا قال لي شنو راه ود لك لا درت فيه بحال هكا وبقيت كنضحك، قلت له خليها مستوره صافي الوالد، قال لي شنو بلا ما نقلب بلا ما نقلب ديني بلا ما نقلب ديني شنو لا ودلك ندير فيها هكا هكا واحد الخريبيش الوالد صافي دابا نقول لك دابا نقول لك قال لي شوف والله اجل اجل تم الله يدخلني لواحد البيت تما باش يقلب لي غير يجلس 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 قال لي تليفون ايه قال لي اش دابا كدوز علي الدكاكه الحشومة والله نقول لك اش ما نقول لكش زعما انت عاد ستيلي انت اكثر واحد نقرا في كلامي انت براسك اللي عرفتي بان كاين شي حاجه تقول لي ارضك التليفون انا نعطيك انت ترى نضيع سميجي ويديوهم
قال لي واش كنت مسولك واش تقول لي؟ قلت له قلت دابا نقول لك دابا نقول لك انا كان دراك. قال لي وانا نوض نوض خبي بعدك الزمر حدايا. مشيت طق طق البيت حطيت غناي وكذا وهادي طرق طق معليناش. كان معانا واحد بنت في البيت ولد البلاد واسمع دابا الروايه هاد الغناي هذا فين هاد الغناي غناي في حمو حمو الغادر دمو مسكون في هاد الغناي هذا. كان معانا واحد البنات معانا في البيت ولد البلاد انت انا ولد البلاد ماشي شي خبري ولا كذا ولد البلاد صاحبنا وكذا وهادي وطلاقوا قريب تعرفت الحال وكتهم داك الناس يعني بوقر كان كيكون ولد البلاد كنقول حنا ولد البلاد وتيكون يعني ثاني داخل هو ولد الحبس داخل الخارج ولد المدرسه يا خوتي هو بوقر من هنا هذيك تاع حماق يطير ينزل يعني كيتسمى ولد البلاد ماشي كيدخل تيبقى شاطر ركنه ودايرها كيتسنى اما تجي قابه من السيفين اما ربنا خاطر حمراد وكذا داخل خارج من الحبس ما عليناش. هاد ولد البلاد كان كيهضر مع شي وحدين في الغناي ديالو واحد الدري عنده واحد الغناي هو ولد عشرتو كيهضروا شي وحدين داك الغناي كيهضروا فيه اكثر من شي 12 عباد الله السربيس عليه كتلقسم مع ساعات تسمع المغنى بيناتهم عيطوا لي الطلقه والخط مشغول اصاحبنا ما تشدش الخط بزاف حيت كل كيشد التليفون كيبقى دد 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 عبد الله كتصوني كتلقى الخط مشغول كاين اللي كيقول له صاحبنا راه يسيب لنا تاع بيع نبيع ونجيبو من كيمي وتشد لنا الخط تيبقاو هاد المساوس تاين هادو مساوسات خاويين تيبقاو هذا كان معاهم هذا عنده واحد بنادم تياكل عليها الدنجال الخضر عطيه حماق عليها وهي يا ربي السلامة يا ربي السلامة النافلة الله أم عمل الهم قديما من وظافي السكرة مني كان كيعطيوه دراري يهضر كيهضر تا كتسمعو كيجهل نخرج ندوز عليك من الوارد للوارد نخرج نقبض غندير لك والله تنخسرك شي وقرب تندن ندير لك ديما نعصب فين ما يجي يهضر كيتعصب دوك شويش العيو واحد الساعة ما تخرجيش وكتخرج زكارة كتهبطي من داك الحومة زكارة انت كتقلبي عليهم انا نخرج من الكراد داتي عصاب تيخرجوا له لدرجه الدراري في البيت تبقاو يضحكوا كامل شي كان كنبقاو نموتوا بالضحك فيلم فيلم اللي كانوا يهضر فيلم ما عليناش هاد صاحبنا وكذا وهادي جلس حدايا السطيره شاف الغناي قال لي جبتي الغناي اخي جاوك لي وكذا وهادي قاعد بقرنا في هاد الغناء قلت له باش نهضر وكذا وهادي حنا مع الاويكسا وكذا شحال هادي ما شفنا الاويكسا السيفي اللي كيدايرين وبصح كنت صافي ديك الساعات عطا غير الملاغه في الكور وكذا طق طق وناسي ما كان صافي الا بغيت نهضر مع الدار على شي سخيره ولا كذا كنجيب التليفون مع الدراري تنهضر ديك الدقيقه جوج دقائق الله يهني وبقى كي ترهبن عليا ما وكلي تعشيرنا تدوز معانا انت فاهم هادو هاد البراش اليوم تشعبو علينا بغناي كناش لا نهضرو ولا نجمعو هي كتشد التليفون تيبقى عليك بنادم دغيا عتعيط لي مي دغيا عتعيط لي ختي يجم 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 فيا وانا شحال شريتيه نعطيك النص ديالي وهادي وكدا طراح تيجم درت فيها طلعتي شحال دير تعطيني ما نعطيك انت كجم ولكن من 11 الليل الفوق كلهم مهم يصوني وش عليك انت من 11 اللي تحت يصوني وعليك ولا صوني عليك ولكن من 11 الليل الفوق مهم يصوني وش عليك حيت الا صونا شي واحد نقطع عليه قال لي مشات صافي العز وسلي فراسي خلي لك امي مليكه كدا طران طن ما كاينش مشكل شي 3 ايام اللي كيهضر في داك الغناي هادي يجي النهار الرابع كان السبت كيهضر الغناي وجي زيد الصب تاع طلاق الغناي جا قال لي داك الغناي بحال هكا وقال لي صون عليك شي واحد يقطع عليها اخي شوقلي
هاش كي تغني دي تحت مني قلت كنت هاود انا واحد العشي وسنكمي واحد راس القيد وسنت هاودو الساكي بان من المخرج خارج من الطواليت عشاكم يديه كلها ضرامي شي عنده شي ست ضربات في يديه تبعيت ربي السلامة ربي السلامة عاوتاني اوه صوانا ولو سخطولو هادي مالك غير الساعات ولا دخل عليا الحبس عاوتاني دوش شي شويش ونزيدك تي صواني ولو تي جيبوك دا طق طق شويش يقول لي خليك لمي ما خي جابك لي شي دقيقه نهضر طن انا يدي دا قعيت لواحد اللي مسكين كيضرب النوبه درويش قريت كي تمشي عندو كيقول له قول عشيري قول 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 عشيري يدي دابا كي راه خاص يقول له عاد كي كيهضر مسكين بوحدي راه عاد جابو من المصحة ضارب يديه وكذا وهادي سمعتي انا كدا شيت شي كله يخرج منك وزني شي تلت ايام عاوتاني تيهضر معاها عاوتاني جاتني رد لي التليفون مشى عاوتاني خارج ضرب واحد جوج ضربات عاوتاني في عنقو عاوتاني المصحة مال هذا صحاب الوقت كيبقى ويا فهمني ضرب راسو خطره اللي دخل عليه الحبس عاوتاني المرة الثانية دخل عليه الحبس واش عندي شي مشكل في البيت لا طلان طلان من هنا من النوبة الثالثة عاوتاني عيطت بنين معايا عاوتاني عاي مشى يغيب علينا واحد الربع ساعة الهضرة كي تمشي كيمد لي التليفون شديت له في يدي بحال هكا ياك ما قال لي لا 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 خيمة كاين والو خيمة مشى وقف حدا القريه شعل كارو نشوفو فيه صافي شفنا شعل كارو في القريه بقى كيتمنظر هكا وصافي نضرب يديه ضرب عنقه وصافي كيك من الكارو صافي ما كاين والو درنا بالهضره عاوتاني واحد الساعه تيبان عاوتاني خارج عاوتاني مزرقد عاوتاني لي الثانيه ربي السلامة ربي السلامة هذا خصك تبقى تعطيه الغناية يهضر فيه هو يجي يمدلك الغناية وانت مدلو ما كاينه بك غير صافي اي خرجوا يسواني سوانا ولو كدا هادي انت يديك مازال بالفاس بالاولى عنك بالفاس مضربتي يديك الاخرى شي حاجه كاين اي ما هو كيقول لهم غير الساعات ولا دخل عليا الحبس هما ينوضوا يبحثوا ويقلبوا عارف تشمشي مال هذا تيضرب راسو شي حاجه ربما يكونوا تشدوا شي واحد تيغتصبو وما قعدش شي هدر راه مؤسسة خصها تبحث لأن الإنسان ضارب دابا يديه مازال يديه بالفاصمات عاوتاني ضرب عنقه عاوتاني عنقه مازال كلشي بالفاصمات مازال بالبيض شاد فيه عاوتاني يجي عاوتاني مشى شم ليد الثانية شنو واقع شي واحد كيديلو رزقو تما شي واحد تيديلو شي حاجة ماشي هي هاديك تما راه خصهم يعرفو شنو واقع هناي هما كيبحثو واحد جاو عيط لي شاف كارتي صافي الساعة اللي ضرب يديه الثانية حيت لي شاف كارتي لون عيط لي شاف كارتي عندنا ساهل يجيب الخبر عيط لي جا موكل دخلني لواحد واحد البيت فيه الكونجيلاتور وكدا وفيه واحد البيرو ديالهم كدا كيكون بالقفيل وكدا دخلت قال لي مال فلان هو عارف شنو واقع خصو يشوفني واش انا نقول له ولا نخبى عليه اللي هو الحاجه اللي ما فاهمهاش السي حميد هي بانني نعرفه بان يجيب الاخبار يعني ما نكذبش عليه قال لي مالو قلت السي حميد شنو نقول لك بنم تيكون هاني وكيشي مهزا قال واحد بنادم ما محمد مقاع على برا من مزيان لاعب على الكارت ما يمور تيكون ضاحك ناشط هي تتصوني عليه ولا هو تيصوني عليها كانوا ديقرا قال لي كيهضر عندك انت في التليفون قلت له هاك التليفون ديالي قال لي سي جبت في التليفون قلت له لا ولا كدا مشيت طق طق حفرت جبت داك الغناي منين مكالي البيت طفيتو حيدت له الكارطة داك الساعات حيت عند الكارطة النمرة تبقى عندي طفيتو طرق حطيت البطارية البويبة ديالو فهمت لعندو مديت له الغناي شفت الغناي قال لي صافي سيد الدور جيت في العشية تترقلو كدا وهادي وعيطت لخونا قلت له ارتاحيتي دابا قال لي شنو تما قلت له مشى الغناي قال لي وجه الله قلت له مشى
عند السفن ده. قال لي وجه الله خايف دا وهادي والتخفوقات. قلت له راه ما محتاج لا يدخلوا لا زبانية لا لابفاي لا والو، اخبارك راه وصلات صافي. انت ضرب يديك ثلاثة المرة، ضرب يديك نوبة الأولى وديك وعنقك في يديك عاوتاني صافي، راه ما عرفوا كاين شي حاجة. تعيط لي قال لي نكذب عليه صافي، المهم عيط لي انا عارف شنو كاين، وصلوا له الهضره نعطيه التليفون بالخاطر حسن. اسمح لي اخي ما وكلي وهذيك الحراميه محمقاني. اخويا محمقك تتخرج انت اخويا وتسام معاه، مش محمقتيني انا في غناي يعاملونا به الشكوى الواحد الاحد. وفي هذه الوقيته هذه اسمحي لي يا مدامتي، في هذه الوقيته هذه جبت انا الغناي قلت لك لقيت السلبه، ماشي لقيت السلبه تصاحبت ولا كدا، غير لقيت السلبه مع واحد النميره. هاد النميره كنعرف انا مولاتها السيفي، وعطالي واحد الدريري صاحبي بزاف، عيط له السيفي لو كدا وهادي. وبقيت كنقول له كاين شي نميره مع من نهردو لنا وكدا وهادي، قال لي عندي النميره ديال فلان. قلت ويلي، قال لي عندي بالحق عندك جبدني. قلت له لا راك متخممش، عطاني النميره ديالها. والصراحة حظ الله منين صونيت عليها وكذا وهذه الطراق، انا صونيت عليها بحال اللي مصوني بالغلط، اللي هي قالب الندم كنطيح في شي وقتك هكا كنكون داير 09 النمرة. شكون هكا شكون معايا واش كرانة هادي؟ كتقول لك لا ماشي كرانة. واش ماشي كرانة؟ ياك اختي 90 في التالي هادي، وانا ضرب 09 في التالي. كان هذيك كدا 90 تي، كتقول لك لا كدا 09. اختي اسمح لي كدا، اسمح لي اختي وجه الله نراد النميره هذه غير صيفطوها لي. حتى واحد الجنيه واحد السيده وكدا وهادي، تصالي مع الوالده في الزياره وكدا وهادي، وجات مقلوبه وكدا وهادي. فين بلادي عارف تيسمعوك في الحبس تلقو السلبه في الهضره. الله يفاجئ اخويا، فين حبس انت يا؟ انا راني في فاس في عين قادوس. ياك خويا انت فين كتسكن؟ ولد المدينه ولد القطاني. القطاني شكون؟ انت عارف تري ولد المدينه ولد القطاني كذا، تعرفي الوالده بنتي. انا ما تعرفيني شنو هو القطاني، شخصيه المدينه كلها فيها ثلاثه المعالم اثريه، القرويين ومولي ادريس وماوكلي. هذاك مات خويا يوسف مزيان بخير كدا، كي بقيتي الله يفاجئها ولا شو سبحان الله كدا، وانت راك جاي من مرتها وهادي ما عليناش. ما مصاحبين ما تلعب الاويكس، راه ما تلقاليش في لاكار هادي، ما محسوباش هي جاريني دابا، خليني مجاري هاد النهار. ما زال غير حنايا فروكن دو 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 دو, دو صافي. مشى الغناي، مشى الغناي وراك عارف مازال ما بنيناش العلاقة على العلاقة. مشى الغناي، المهم لا تلاقي يدخل مري واحد الموظف استاذ جا لعندي ماكلي. شنو قال لي جبت شنو كل يديني عند واحد الشيفان الساعة مزيان هادي بخير الحمد لله. قال لي التليفون اللي عندك. قلت له رونديتو. قال لي من رونديتي؟ قلت له رونديتو السي حامد. نمشيو للدفتر طق طق عقاو السي حامد في العشية، ما روندي التليفون عنده قيدة في الدفتر بأن تروندي التليفون. بدوها قال لي هادشي كدا داك التليفون دابا راه انا نتعاملو معاك، ما نبغيوش كدا هادي. شفنا شنو دار في راسو، شتي التليفون كدا هادي، احنا كنميكو عليكم. تاني جبتي التليفون ما تعطيش للبشر يهضر، هضر في التليفون كنت وكدا، زعما كيبينو لي بانهم احنا راه حنا ما قانينش عليك، راني التليفون وهضر راسك انت. ربنا ملي جبت لك المشكل العيب فيكم نتوما المساجد، ماشي فينا احنا الموظفه. هذا الحساب اللي كيبين لي هو، ما عليناش. سيبطوني بحالي، خلص عيط لي شاف كارتي قال لي شنو كاين. قلت له عيطوا لي على التليفون. قال لي شنو قلت لهم؟ قلت له روندا السي حامد. قال لي وكنت ما رونديتوش انا دابا، القوم ما رونديش.
شنو عندي؟ دبر عليا. قلت له ندبر شي عليك السي حامد. قلت له السي حامد انا عارفك، مهما جيتي انت قلتي ارى التليفون، انت ما سديتش. مهما قلتي ارى التليفون عرفتيهم عيجيو هما يقلبوا عليه، سبقتيهم انت ورونديتيه لتما. دار فيا بحال هكا وضحك، فهمتني؟ دار فيا بحال هكا وضحك. قلت له السي حامد راني قاري لك دماغك، لما موقفتي قلتي ارى داك التليفون عاد روندي، حيت انت عارف بان عيجيو هما يقول لي ارد التليفون عطيه لهم وعيجيو لعندك يقول لك انت التليفون عندك في الكارطي. احنا جبناه حنا، علاش ما تجيبوش انت؟ هكا يضحك. لا قال لي ما نخافش عليك. قلت له نزيدك واحد القضيه السي حامد، انا منين قلت لهم عطيته السي حامد ما قلت لهم لا البارح ولا هذا النهار ولا والو، عطيته السي حامد وحطيته اونتر بارونتيز لهم يقلبوا على اللاطط ديالو. هكا يضحك. وانا بصح انا فاهم السي حامد كنعرفو مزيان ما يديريش حاجه، ماشي موظف مسقط تشد لك جدك تليفونك ولا هادي صعار في التليفون عندك. وراه قال لك صافي مهما جا قال لك ارضك شي جيب التليفون صافي عرفو عيروندي، وما يمكنلوش يشد التليفون ويحطو عنده في المجر تما، خطر. شاد التليفون ما بقيتش ما رونديش لعندهم، اذا انت كتبزنس تبيع وتشري في التليفونات في الكارطي ديالك. هادشي باين الا كان شي واحد بالكراوند ولا شي واحد اول قبضه ثاني قبضه ما فاهمش، ماشي شي واحد اللي عظامو دقدقو معاهم تما. هنا باش انت نقول لك ملي كتقدام كتولي كتعرف الحرب ديال الموظفه بيناتهم. الموظف الا بغى يصب الموظف شنو هو القالب اللي يقدر يدير له؟ كدير التعامل والطاتي انت على موظف في غيبيته، كدير تفهم دماغ موظف بلا ما يفسر لك هو، راه باينه مرقه صافي. هو انت عارف عندي التليفون، انا عارف بان ذاك راس القرعه كيضرب في راسو يضرب في راسو تنوض عليا بالبال، او ما كيبحثو من تحت لتحت مال هذا كيضرب راسو. وصلوا بان كيهضر في التليفون مع شي صاحبته مرضاه، اين التليفون عنده التليفون ولا كيضرب التليفون دمن ديال ماوكلي. اي جو عند ماوكلي راه التليفون، انت مهما جيتي قلتي ارى التليفون صافي ثلاثه راه وصل راه سبقتيهم خلفه باينه. درتي لهم داكشي في السنترا وجبتي التليفون مشيتي رونديتيه في الدفتر نيشان وحطيتيه باش من عين وضو هادوك اللي كيبحثوا على برا ما فاهمين والو، وعيتاي وصلوا هما يقول لك اجر التليفون، كتقول لهم تا فلان وفلان كيمشيو يقلبوا كيلقاو فلان روندا الدفتر قبال منه تيزمو بحال كدير له عاوتاني انت الحجيره في عمي الصباط. العقل نعمه ما عند الله، ولكن الانسان يستثمر في شي حاجه ضد المنفعه. مشكلتنا حنا مشى لنا الذكاء ديالنا غير في هاد الخوال الخاوي. الوقت كراني دابا اخترعت شي حاجه اللي تكون قبل من الصفر، سميتها شي سميه، وكراني دابا انا معجن بالخوارزمي محطوط في شي نوبل ولا في شي لعيبه. ما عليناش هاد الوقيت ساعه يوقع داك اللعيبه ديالها تشدني داك الدوده ديال الغناي طرنطان، راكم عارفين وبنادم كدا وباقي بالاقص باقي داك الحرقه ديال باقي ما لقيتيش السلمه سك الغناي. وبيني وبينكم هاد داكشي اللي كندخل من الزياره حدو تيكفيني انا كنعرف انا تيجيب داك زوينه سميك تميح قارة هادي لعيبتي كات كدا، يعني الا بغيت نشري غناي غنبقى انا صحراء بالاقص. دابا بغيت تقدر تقول ملكة نفد راسي دوا داك البركة كتقاتل عليها وتجيبها لي في السيفيل ما كيصيفط لي حتى واحد صافي. اش كنا بقي صيفط لواحد داخل خارج داخل خارج داخل خارج عام شكون هذا؟ لا خرج هو دخل هو خرج هو دخل هو خرج. كتبقى غير وحده اللي ما كتملش هي الحنانه الام الميمه الصبره ديما، ولكن ماشي شي وحده مدبره لاباس عليها من هنا بركه كدا طرق طق كاع ديك اللعبه ديال دير دارات دير هادي طرق هادي مسلفه مع النجاره من هنا نوبه من هنا من بكره تحيد من هنا وتحط هنا تشيط من السويقة دير راكم عارفين نوبة تجيب لك 4000 نوبة تجيب لك 6000 نوبة تجيب لك 3000 نوبة 2400 نوبة 10000 على حسب
مين ما عنديش فين دي خصني الغناه عيني صافي تيغلي وخصني الغناه. وكنشوف داك خونا اه يا خويا دبرتي علينا الشكوى والله ما عليناش. عيط واحد الدري لود حومتي وهاد الساعة هادي الغناء كيدير 400 350 450 المهم على حسب 350 400 450 400 السوكولو تاخد 350 إلا لقيتي ليها عامك 450 بالفوريا الشيفور ديال الدرهم باش داير الغناء وداك الساعة. واحد الدري لود الحومة نقولي حافظ المرتو تسخر لي غادي كدا طق 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 صيفطو عند واحد بنادم صيفطو عند واحد بنادم مشى لعندو كدا وهادي عطاه الغناك صنعو عليا قطعو عيطلو فين اخونا بخير مزيان فين اخاي ماوكلي مزيان كدا هادي طق طق هاد خونا هذا كيرك عندو تين عندو التجارة في المدينة مركب التجارة مدبر مسوهر كدا هادي طق طق ولكن زعما بيناتنا بخير بيناتنا مزيانين وكدا وهادي وعمري وقفت عليه بشي لعيب فين اخويا اللي يفاجئ عليك اخاي ماوكلي ولا كدا هاديك تلقى بلاصتك ديك الكجام راك معاك جيتو فرانش المنطقة قلتلو فين عشيت لغين وقفت عليك واحد السريب كدا وهادي قال لي امر اخاي ماوكلي كدا وهادي قلت راني باغي 400 درهم. مسكين ما كلمش الثانية قلت له واش نعطيه للدريري هذا دابا ولا تصيفط مورا تصيفط على الدار ولا اللي بغيتي قلت له غير عطيه للدري وديها ديك الساعات عطى التليفون للدري عطى 400 درهم قال لي طلع عطيها المصاك عطاها المصاك الا قلت للوالدة 400 درهم عند المصاك في وسط السيمانة اروى معايا ما عدتش بحسابي في جيب لي مصاريف داك اللي عجب لي 3000 4000 اللي ما ديرش بحسابي فيها غتقول لك عنده 400 درهم دابا وخليتها السيمانه الجايه عاد نزهرو خليتها حتى الليله صافي بليلتها بالليل كتجي عندي الله ليه بالليل كتكون صافي يعني جمعات لي داك المصاريف وكذا وهادي الطقطق الله يسمح لنا من الوالد ايوا راك تضرب حساب حيت الا جبت لي غير داك 400 خصني نشري غنا وعنبقى كنسعى وانا من هاد الشيء هربان. عيط للدري واحد داك الدريري من طقطق باش يهز داك الامانه من الصاكه هزها دوسي عند ويدا دوزها لي مشى للدار عيط لامي هبطت لعندو دوزي الوالده ساعه الوالده باقي كتسمع ثاني قلت لها 400 درهم شديها من عنده فلوس ديال واحد الدراري مسكين وكدا واد راه ولد السيكتور وكدا وطق طق راه جابوه صيفطوها له ماني الدار ديالو وكدا جيبيها لنا معاك الوالدة الله يسهل عليك الوالدة فلوس تجيبها ما تجيبلكش غير قرابة ماكلة والدة فهمتيني شي حاجة اللي راك عارف مخدوم ما تجيبهاش فلوس تجيبها شتاتها من عنده واش عن واش عن اللي قلت لها تقول لك فهمتيني هادشي جبت 400 وتقول لك ودي باني بهادي وخلي الاخرى السيمانة الجاية عندك شي هربان. جات عندي الوالدة جابت لي داك البركة داك الأمانة عطتني داك الصريف ديالي وداك الشيء اللي ضربت بو هداك جابت لينا 4000 ريال 200 درهم وديك الساعة تنكمي الباكية حمر متنكميش ماركيز الوقيتة تنكمي وينستون متنكميش ماركيز وتنضطر يعني بحال هكا الباكية في النار منكملهاش زكار باش نسرب السيمانة ماركيز ما كنتمياش في داك الوقت كاع تنقول لهم تما في هاد الوقيته حتى تنقول له كنقول له كميت ماركيز في الحبس ما نجيلوش حسن ماركيز بلا تكيتب عندك ساعات كانت الله يسمح لنا واحد المعانده ديالاش ديال تكمي الباكيه حمراء في الحبس شي واخا تشري باكيه وحده في الزياره تبقى تكمي كارو في النهار وما تشريش باكيه ماركيز كنقول حنا كنت عنده بيناتنا علاش تكون عندك البريكات بيك والباكيه حمراء هذيك هي المعانده اللي بيناتنا عندك البريكاد بيك والباكية حمرا شو على عقلية وعلى تعاند حتى لدرجة بقات فينا هاد البلية تقطع الدابة البريكاد بيك والباكية حمرا خا تكون ما كتكيفكش بهم الباكية حمرا يا وينستون يا ماربور صافي من الغير كتحسبو ماشي كارو شو على افكار وعلى ثقافات كيدخلونا حنا في ضمانة
ما عليناش. جابتي 200 درهم، 400. ديت بقية حمر، دخلت بقيت كنقلب، نطيح بشي غنية بشي 300، نشيط شي وريقة ب 10 ولا 350، نشيط شي أول فريق دور تنشمشم. طلعت بواحد الدريري في التوبة، الدريري من المدينة، ولد سويخت بن صافي، وعمر في المدينة كان بيني وبينو السلام كاع، وعمر كان بيني وبينو المشكل، تنعرفو كيعرفني ماوكلي ولد القطانين، تنعرفو كريت ولد سويخت بن صافي. صافي عمر جابتنا الجلسة ولا جابتنا الوقفة ولا جابتنا مشكل ولا جابتنا التلعبة. وهو كينعس واحد لبيس وكذا، وهاني تما في التوبة، طلعت انا لواحد العشية وكان في التوبة تما تيتمشغل وكذا وتيخدم دلال وهادي وكذا، وطرابطة نتعاود انا وياه، قلت شي واحد عنده شي غناية هنا ولا كذا. كاين واحد الدريري ولد الحوم تقول المدينة وراه عنده واحد الغناية، بالحق على ذاك القدامين، عارف القدامين واللي فين مرتو فيكس، وقلت له لا ده ما صالحش. وهو شنو عنده؟ عنده تليفون ديال داك وانا باين، هو بالكارت الاخر باين تيسحب له داك. قال لي اصاحبي شوفوا كدا وهادي، راه وضحوهم تبقى والو يعطيك بلاش كدا هادي طخ طخ. من هنا حنا اش كتضرب الحساب ديال غناي خصك الا بقى عندك ما داوهالكش منين تكون مهزوز طرونسفير ولا خارج تبيع وترد فلوسك، فهمتي القالب هذاك اللي في داك القدامين ديال الكارطه فيكس ما عيسوالكش عليناش. سمي ندخل عند هاد اخونا البيت تلقى هاد الدري هذا معاكم فين اخي ماوكلي مزيان، سلمت عليه بخير الراجل كدا هادي هانيه، اش عاد جابوك؟ واش ما شفت في العائله الجديد؟ قال لي جلس جلس في جاب واحد التكيكه كدا وهادي تنت كيفو. قلت له نقلب على شي غنى، كان عندي واحد خونا شنو كنعطيو يهضر، بقى يقرع في راسو، تنوضع هنا السعره قدينو روندينا داك التليفون وصافي. دابا راه داك عارف شي غناي ضروري وكذا وهادي وطرق. جبت لي مسكين داك الغناي، هي باش نلقى داك الغناي ديال الكارطة. قال لي انت خايف ماقلي، انا راه مازال لي يومين، الليلة التالية العشية التالية اجي نعطيك الغناي. تاود حومتي ستيني ما نحيدلكش. قلت له شحال الرجل الزين؟ قال لي شوف تجي مول الغناي وتفاهم. واخ دابا انا كنعاود كاد لي ديتاي هادو حيت تشوف لي ديتاي شنو جاي موراه. دوزنا داك اليومين، جات داك العشية بحال اللي قلبي على مني، قلت ربما مشاو يقلبوني في الهبطه ولا كدا. قرت واحد خونة شيباني تيحشمو منو الموظفه وكدا وهادي، طلع مي فلان يطلع معايا التوبه وكدا وهادي وطق طق. قال لي شنو تما؟ قلت له واحد الدراري ولد حوت شوف تاعي ولدي واحد الغناي، وانا بحال والو يقلبوني في هاد الهبطه ولا كدا، راك عارف ما كنجيبهاش معاهم روام دوزونا. قال لي واخ يلا. حنا انا وياه خرجنا مساريين الساحة، طالعين طلع الطوبيس نتهاود انا وياه، طرق 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 وشيباني هذا مخضرام الشريف، انا وياه كنتهاود طرق 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 طرق. دخلنا للتوبة، هنا عندك خونا هنا عنده البيت زيد اخي ما قلت الحمد لله على السلامة ولد حومتي وكذا، مغفرة الذنوب وكذا، ونتشافوا برا ونجلسوا شي جليسة وراك وكذا، وراك عارف ذاك القنفة حد ديال السجون كي دايرة. طرق 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 كذا، جبت لي الغناية مدولي وجبد لي معاه فيش الساجور، قال لي قلقولة باش كنساجي مع الدراري هنايا دبر على راسك في قلقولة. شديت داك الغناي قال لي شوف خليت ديك الكارطة تمايا، حيت انت ود حومتي، حيت ديك الكارطة تما
كنت الهوايلة صاحبي حشومة، تقولش الهضرة هادي. كبت الغناي والفيش، عطيتو لذاك الشيباني شدو، قال لي عرفتي شنو؟ قال لي انت مع ولد حومتك، انا نمشي نهبط وتلقى الامانة عندي لتحت. قلت له صافي، بقيت مع الواجه ولد حومتي. شنو دابا؟ شنو نعطيك؟ بقى كيضحك، شو باش جاوبني؟ اللي شوف ولد حومتي، كان واحد اخر هنا نشد من عنده 4 د الوريقات، 3 د الوريقات هي التالية، ولكن انت ولد حومتي ما مبيعلكش التليفون، انا غادي بحالي تمن الحبس. الحشومة عطيني ورقة العشرة نجيب بيها شي طرف من كمية الليلة وصافي، بيعولك بثمن السيفيل. تلقاش واحد اخر يدير معاك هاد الرجولة. سير اخويا الله يجعلك بيكبر بيك. قال لي شوف الا ما عندكش صافي تا السيفيل ونتفادى. وهنا ما نويتش فيه يدير معايا هاد الرجولة، تعطي ورقة العشرة. سلمت عليه قلت له حامتي الحمد لله على السلامة، ودير عقلك وزير، وين نخرجوا ان شاء الله نديروا شي جليسه وكذا وطراق طاق. واخ هذه حياتي. قال لي اجي نقول لك ما اكل شنو. قال لي راه كاين تما واحد من الميرات 3 يقدروا يعيطوا لك، اشحال عندهم في التالي ب3 بيهم، اشحال عندها وش عندها وش عندها. قلت له اه اللي ما تسمينيش عم بحرك. اه تعرف غير تالفات. قلت له راك سماع شركة شي حاجة، انا ما نجاوب حتى شي واحد كاع في مرة. طاع على بنادم اللي لا هادو 3 راك تما اللي بغيتو تبات معاه، هادو 3 دنوامر تا باقا خايف ما وكلي لبقى تزلقت شي نميرة ولا كدا، راه ماشي ليا لي انا. ديال الدراري هنا كيعيطو لهم باش نبقى صورتنا مع هاد الرجال مزيانة. ولا صح شو راني ود حومتك من ولا ما نقدرش ندير لك شي حاجه اللي تضرك، قال راني عارف اللي كاين اخاي ما وكلي صاف سير. قلت بحالي فرحان داكشي اللي كاين، انا خرجت على التوبه طرق الطاق في بيبي غير في التوب بيبي وكي موظف طالع قال لي فين كنت؟ كنت غير في التوبه، طلعت نسلم على واحد الدراري ود حومتي خارج تبي حالات وكذا، ولي طلعنا نسلموا عليهم يوم منه البركة ربما انت فيه. انا نشوف راه تقمص ما لقات لعبة قلبي على مني، وهذاك تيق بيا كلقى الغناي والله ما يترانج عيرا ونضيني انا وياه، ما عندهم ما يديروا لي انا يديوا لي الغناي. هبط وفرحان الريجه نكذب عليكم والله الا فرحان. دي 300 درهم نتفوت بها ومدبر على التليفون. ولد حومتي انا عمري انا ويا في السيف الكعب ديك اللعبه ديال فهمتني صافي كتشوفني تنشوف شافك شفتي غمزه انت كتعرفني جاو كليب القطانين وانا تنعرف كريت وتسوق صافي بيناتنا شد. ودابا تيني ركبنا واحد التجاره ركبت على واحد المحبه واحد المعامله سبقتيها مع الرجال يعني ان فان خرج السيفيل انا لقلي ساعتين نطلع عندي الصوت بن صافي معاك عاوتاني وتبقى تسمعي عاوتاني لتحتا ونجمعو زبانيتنا مع زبانيتك وزيتنا في دقيقنا ودقيقنا في زيت كل حرشة كاع ما تحرق ابن معلم فهمني ابن عمي ما عليناش خرجوا لبرا تأيدني وعن ايدك تنتمنى تنطن من هنا من لا الشيبان عطاني الآلة ديالي كدا طق طق هنا من الليل شاف كارتي عندنا سمو اللي فين مشيت انت وفلان. طلعنا غير التوبة حتى لي ولد حومتي خارج لا كلاس طلعنا نشوفوه ديتو معايا طلق رجلي كيبقى في هاد الحي الجديد وكذا وهاد. قال لي ما جبتي والو من التوبة؟ درت فيه بحال هكا وغلبتني الضحكة. قال لي ما جبت والو. قال لي غانت عقل انت ما جبتي والو، انا غنجيب شنو جبتي وعندي لك داكشي اللي جبتي وغتبقى تبكي هنا وما غنعقلش عليك. فرانش مونطانا تود حومتي خارج بحالات وعطاني التليفون. قال لي انت هادو اللي كيخرجوا لك كلاس كلهم تيتعاملوا معاك ويعطيوك التليفونات ثم حبا لا بحال دابا انت نهار غايقول لك نوض شي بحالات تطلع لبلادك السي حميد غتعطيني شي لعيبه ما تكون غادي بحالاتك بقى كيضحك.
حتى انت ملي غتكون غادي بحالات حتى كتبغيني تعطيني شي لعيبه ملي تكون غادي بحالات تقول لي هكا هذا ما بلي انت هنا حتى يضحك انا ناد الغناد شعب داكشي اللي قال لي هو اللي كاين قال لي علمني وتشعل هو باقي تما كاي صوني وشين وامل صوني واحد النمره في عندها التريم داكشي اللي قال لي الخط الو وداك الو باينه ديال ديالو الو انا قاعد ديك الساعه الو ديالي في الحبسه كي كندير الو فلان لا بنت لميمه ماشي فلان لا انطلاق الله سلام انا اللي غنبقاو غارقين هنايا هاد لك جمه خرج اخويا خرج بنت ميمتي وكدا وهادي انا اللي واقع لا هنا نسكنو راك عارف بحال هاد النوع تيسمعو هنا نسكنو هنا غرقينا هنا كدا شكون هاد البطال شكون هاد البطال اللي بغا يبلع يدخلوا معاك في الحيتيات طلقت بقاطق من هنا من اللي شت سلبة عطاني واحد الغناي غني بالفيتامينات ايه هما ايه هما الله هنا شاف الغناي انا عندي والمهمتي الغناي قلت له دميمتي غير بعد مني والله لا درتي فيه قال لها جمع عليك اخي ما وكل الرجوله وادي وريا مات الحبس تسالو تتبقى غير البساله وسعدات كف على الخير تطلع لشي مقبره وشقر شويج الكرمص والخبز بات جوج كجمات المعلم دمرتيني في الغناي الاول زيد دمرني في التالي راه معيط غير السيفي ساعي فلوس ونشرك معاك ما تشرك معايا ما نشرك معاك الحبس يعطوك نمره الاعتقال الموحده فيها واحد ماشي جوج ما عجبوش الحال ديرها ديرها مع راسك ديرها ضيعتي لي في الاول انا ما عيطت من السفير اش قلنا له انا قايل لك نعيط نسعف السفير انا باش تهضر انت هو في الصراحه الله ما خدرها ولا حتى ماشي من داك النوع ديال يعطيك مع اصحاب الواقف لا هو دار داك ما عليناش اللي ما عنده زهرة ما عنده زهرة تدخل ضربو واحد الموظف كان عندنا تما واحد خوه كان في التوا في الحبس وكان في التوبة كان معاه طبقات هادو كدا وطقطق المهم كان ملاقي السلبه مع شي وحده تما المهم المهم هادي من داك البلانات الخاوين ديالهم وكدا وهادي وطلاق وشي وحده ميعه والطلاقه طاق وهاد خو الموظف خرج لا كلاس وما عرفت واش هاد ولد سويق بنت صافي ولا واحد اخر اللي كان كيهضر له مع داك بنادم ماشي شي واحد راك عارف مهما كيهضر معاه بلا مشد معاه الخط راك صافي راه باين شنو كاين ما عليناش طلق طلق من هنا من له المهم دخو داك الموظف ساق الخبار جاب النمرة ديال داك التليفون عيط عيط لي جاوبتو هو ما عارفش شكون اللي كيهضر له مع داك صاحبتو واكل عليها الجوانط والله ما عرفت عيط كدا هادي ابنا ود ميمتي مزيان بخير اخويا هاني الله يكبر بك اخويا انا كنت مع الدراري كدا وهاد ما انا كنت واش راك في البيت الفلاني انت قلت له لا شي راه ما كنتش تبغاني في حي جديد وكدا وهادي عرفت ما نويش انا هاد الفيلم هذا واقع على البنت وكدا قلت له لا ود ميمتي راني في حي جديد وكدا وهادي وطرق طاق ياك ود ميمتي قال لها صافي اخويا واقيلا تباع لك التليفون ولا كدا قلت له لا لا خايت ولي فيني وكدا وهادي انا بغيت تسيني تصدري تليفون ود ميمتي هذا حي جديد انا كدا الطاقة صافي ود ميمتي وكدا سمح لنا الرجل اللي يفاجي عليك ود ميمه الله يسترك كدا الله يكبر بك اخويا قطعت الغنية حيت انا اصلا تيكون شي داك الساعات شي واحد كينوض الزف وجهو كنكير له دغيا اش غندير بك الحبس هذا هما مستفين حدايا 50 د الباشا شي حدا شي ناعسين صوب باش نزيد انت في التليفون الله كيف الصباح تيتم اربعة الموظف داخلين البيت ماكلين
التليفون اللي عندك؟ ما عندي تليفون انا. تليفون المرة فلانية، تليفوني أرد التليفون بلا من جبت التليفون عطيتو له، فكرت شنو كاين، قال له هذا راك عايط لمرت شي واحد وكذا وكذا، لكن عايط لمرت شي واحد جونا. ماشي انا اللي غنجيب الفيلم ديال السي حميد اللي غيجيب الفيلم، بان راه خول موضب شي واحد، المهم شي واحد كيهضر له مع صاحبته وكذا وهادي، والطاق وهاي الاخر بالفقصه ما رضاش وكذا وهادي، كورد خو يدي التليفون وتما صاحبته كتهضر بخاطرها ولا واش فهمتي بالديكور اللي قلت، هو صاحبته كتهضر مع بنادم بخاطرها ثاني، حال الشبكه ديال الواي فاي ما دايرهاش المود باس اللي بغى يدخل تاني، اللي بغى يكليكي على السميه ديال الواي فاي ديالها وتكونيكت ما كاينش مشكل، هذاك هو كياكل عليها الجوان اي هبل عليها، وجاب داك النمره مع من كتهضر وكذا وهادي، والطلاق مهم من ملي، وكورد خو دخل الزبنيه الدولي التليفون جات فيه الضربه، انا التليفون عندي، انا التليفون عاد جايبو ما هضرش بيه بزاف ما قويتش فهمتيني، ما قويتش ني نسقت الخبار شي نزم فمي حيت عندك الموظف، قلت له انا غير تعديتي عليا ديتي لي التليفون، التليفون انا راني عاد جايبو معدن بن معاد خرج لا كلاس، سير قلب تفتر تلقى فلان من فلان خرج لا كلاس، انا ما كنعرف لا خوك لا صاحبت خوك لا حتى شي واحد، تنهضري مع والديا وتنهضر حقها مع مرتي وهادي وكدا، والطلاق وهي تعديتي عليا وكدا وطلاق، قال لي لا راه التليفون ممنوع في الحبس، قلت له دابا انت وجه الله واش جيت تدي التليفون حيت هو ممنوع في الحبس ولا حيت خوك قالها لك؟ ما رضاش نبقوها انا وياه، لبقناها سيف عليا، مع هو عنده مع داك اللعيبات ديال داك هي الكاراتي، ضربني بواحد اش كيقولوا لها في الكاراتي برجليه تلقى طلاق، ضربني بيها مع السعره الساحه الروينه من طوني السعره من طوني، شنو انا قلبت فيه الست سعود، قلت لهم عندي الحسابات مع اخوه كان هنا في التوبه فلان وكذا، ودابا اخوته خرج خو عاد اللي كيطبق فيا انا البيونه كيفاش فهمتيني، نوض السعره رئيس المعقل بقيت كنغوت وكيف شحال صيف الحايط جروني مالك هيجي، كنقول لهم عندي الحداوه مع اخوه كان معايا في البيت الفلاني، صافي جبت الفيلم شنو كان، انا كان معايا كان في البيت الفلاني التوبه هادي كذا وكذا، وكنا انا وياه وطايفنا، وبقى داير عليا حتى مشى خوه بحاله عاد هز عليا القوق كذا طلاق من هنا الروينه، تكبر العيطه حيت هو ماشي شي واحد قراض، تكبر العيطه كيفاش شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، وبصح هو خو كان تما مسخوط تا هو وكذا وهادي، اللي درت له الزيتونه في المحقل، و تيقول لهم لا ديت له التليفون وهادي وكذا، وانا تنقول لهم وكي دار هو من اللي عارف بان عندي التليفون وجا يجيب الزبنيه وداخل وكذا وطلع وهادي، ومنين دا التليفون انا هو شاف كارتي وسولوه انت واش جيت انا هضرت معاه وتا داز داك الشيء، ومازال قنا ديال الساحه ومعيط لي تيقول لي والله تنقنطها بك والله كذا والله كذا، تيحل مازال كيحلف فيا واش حنا في غابه واش حنا كذا، لبقته درت له لبسه هنديه داك الشيء ديال اميتال باتش صغير داك النقيطه هنا والو، قلت لهم انا خرجوني نوي عند المدير، ما خرجتونيش دابا عند المدير راه ما عند الزياره عند المدير، انا راه محق غنكتب طلب غنكريفي غنخيط فمي غندير اي حركه وغنشوف المدير، ولا ياخذ لي حقي من هذا السيد، الا تبتي هضرتي كاينه ياخذ لي حقي، هضرتي نتعلق انا في هذه الساحه، هو عاد جا خدمنا سبقتو لهنا ما يجيش يطبق عليا الحكار، لا بيني وبين خو شي حاجه حنا بجبينا مجرمين يخلينا التيسع، عديت فخو عديت فخو تزمت سي حامد وحق الرب عرفتي كيدير هكا في البوست وقفيف من البعيد كيدير هكا وتيدير هكا تيضحك، شنو تيقول له في دماغه اولي انت طايح مع السنطراوي صغير، نسي حامد راسو ما نواش بانني عندي البلو الهيت جبت له الشفعه كامله بان انا هاد السيد عندي العداوه مع اخوه، انا واخوه مجرمين بجوج، اخوه عاد خرج سيرو قلبوا في الكتاب وانتم راكم عارفين هاد الشيء هذا، وجا هو مقنت واحد اخر وجا ودا التليفون وما هضرناش معاه وتروندا التليفون وما تبعتش التليفون، ومور انا ديتو معيط له كيقول لي مازال ندير لكم فعل لكم، كيحلف علاش كيحلف فيا، حنا في الغابه ماشي في الغابه، حنا في مؤسسه سجنيه الادماج والتهديد،
صافي، احنا جايين غير ندمجو ونتأدبو، ما جايينش باش نتحقرو. موظف شنو تيقولوا لي؟ صافي غير سمر نسوي لكم الاوضاع باش يبيعكم. تنقول لهم شوف، وجدتو مع عزاز وغالب، انا وياه عند المدير، انا وياه عند المدير، معانا في الفقصه ديال كريم باقي وجهد بين يدي قطي، معاتي ديك الفقصه ديال التليفون عاد جا ومشاو، وبغيت نعلمو نوبه واحدة أخرى، فهمتيني كيدير يجيب النفس على أخوه. حكم السيفيل عطاك النمرة وقال لك فلان، قال لك حي جديد كذا، طق طق جيتي لحي جديد نيشان اللي عندي أجي فلان أراضيك غنال، حشومة عليك حشومة، وعلى من حشومة فمن ضيعفو على الجامع. هو تزير الرب المعبود الى رجل كان في الاول كيتسنطح، رجع للور وسمر من واش شبه هو من واش شحال، انا تما غير شي واحد عنده الشجر في راسو. انا شايف شراني باديه من دومي القروة بلي زيسكالي طالع، وداك كل نهار كل ساعة كل دقيقة كل ثانية كل جزء من المئة تندوزها تما كنتعلم فيها حاجة. اين فوا قلت لك دا التليفون طق طق داز داك الشيء جلس سي حميد، بحال قال لي هذا راه شنو 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 الضربه منين جايك من السيفي. لا كاين اخر كي دار جاب الخرسان طراوي، طق منين سقسيت الخبر انا ما تسرطليش، ما بالعكس الله يسمح لك انت باين ديك الساعه تحكي الموظف اللي عاد جاو يخدموا مزاعات شادين جداد وكذا، بالنسبه ليكسبيريونس انا اكسبيريونس كبيره عليهم دماغ، فهمتني طق طق في البليصه في الطق طق البقتها معاه صيت عليا من ضربني بداك اش كيقولوا لها ف الكاراتي حتى تنطلق عليا المرا الود لون طري ما عطاني باش لي داك الطق، قلت له انا هذاك الرجل نردها لك وليدي انا بستيلو سهل صارت المضر ما خصهمش يوصل لهم بلا المدير راك عارف يوقع فيها من هنا ومن هنا ومن هنا. والله شريت تنوصل للمدير شي سيف صار لك انت بعدا الاول ما نراني الحبس راني فيه يا رئيس المعقل. قال لي شحال شي قارو شحال شي قارو شحال شي قارو انا عاوتاني شوف ملي كيوقفو الكبار راك تما خصك تحط الميزان شحال في القارو بحال هكا تنصر منو قالو ما يخرج قال لك الموضوع قالو صافي خرج 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 يخليه يخليه مين داك القويرو ديالك هو واقف حدا رئيس المعقل كيدير هكا ها طقطق شفت من الكويرو ديالي طن 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 شفت واحد الشغيم من الما قلت له انا السفلة كان يسمع نقول لك جوج الحوايج كونديلا الجاية نقول لك شكون هما اخوتي. الى هنا وتنتهي كونديلاتنا. كان معكم عمو القرية الحكواتي هذا الوالد ولدي احبكم في الله ما تنساوليش اللايكات والكومنتات اللايكات والكومنتات. صديقي واخويا صيفط لي واحد الصديق البارح قال لك قرا في شي صحيفه كاتبين بان المراه الى طلبت طلاق خصها تعطي النفقه للولاد ديالها، قال لي هذا الموضوع خصك تهضر عليه ولا هضرتي عليه نايدك. ما تايدنيش اخويا حيدني انا اخويا عمرني نجيب العيالات في شي حاجه، انا ماشي حمق نتعادى مع العيالات. الله عز وجل عظم الكيد ديالهم، قالك ان كيدهن لعظيم. بغيتيني انا الرجل الزين عبد من عباد الله الضعفاء ندخل نتعامد معاهم يحلحلوني ليام باش يقول لي انت كلمه نايدك؟ لا سيدي ما تايدنيش حيدني، سير اخاي بن فارس انت هضر عليهم وانا نتفرج فيك اش عايديروا لك. داك جوج زغيبات اللي مازالين في راسك ينتفوهم لك غير انت معلمت. انا سيدي مع النساء كنايدهم تنحترفهم تنحترمهم وتنرفع لهم القبعه، حسبني شوف علاش انا محلحل ما تايدنيش الا النساء سيدي الا النساء. والله الا بغى يسطمني صيفط لي تصويره فواحد الصحافه ديال وزير العدل وكاتبين داك اللعيبه تحت منه ديال النساء كذا ممكن يناقشوا داك القضية. والله اعلم انا ما قريتش داك الارتيكل، قريت غير العنوان تويتر. وقال لي شتي اللي هضرتي على هذا الموضوع اخي الوالد نايدك. لا ما تايدنيش اخي بن فارس حيدني
ما تأيدنيش الرجل الزين. لا سيدي، ما يعطيو نفقة، ما هما ياخدو، عطيو تهلاو في العيالات، عطيوهم هما اللي هم. ها سيدي، انا والله لا عاديت النساء، لا سيدي لا، هذوك راه النساء سورة في القرآن مكتوبة تسمية بالنساء، الله عز وجل عظم الأجر ديالهم. الرجال ما مكتوباش شي سورة بسميتنا كاع، فهمتيني؟ وما تعظمش الكيد ديالنا، يعني خصنا نتكمشو. اللي قالوها كاينة، علاش؟ أنا معاهم، سير أخاي بن فارس أنت تسنطح وتجبه معاهم وتهضر على داك الشيء وأنا نتفرج، إلا ربحتي نصفق عليك، وإلا خسرتي نضحك عليك الرجل الزين. يلا السلام عليكم وتحياتي للنساء كاملين، العزة خوتي، غير قولوا اللي بغيتي كنأيدهم أنا. السلام عليكم.